أحيانا يا فضيلة الشيخ أسهو في صلاتي ويتكرر ذلك كثيرا، وفي كل مرة أذكر هذا وأجتهد مرة أخرى في طرد الوساوس وعدم الخروج عن الصلاة والخضوع والخشوع أكثر من حضور للقلب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وبعض المرات أغمض عيني أثناء الصلاة أيضا فيفيد ذلك أحيانا، وهكذا أستمر في الاجتهاد في دفعها قدر استطاعتي حتى يوفقني الله وأكمل الصلاة. سؤالي، هل يجوز إغماض العينين عند الحاجة في الصلاة؟ وهل يجوز في ذلك الأمر؟ وهل له حدود؟ جزاكم الله خيرا. هذا يدل على اعتنائك بالصلاة والحمد لله، فمحاولتك لإذهاب الوساوس وإقبالك على صلاتك هذا يدل على خير. وأما إغماض العينين فالأصل فيه الكراهة، الأصل أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس به. نعم.